وبشأن الجدل الدائر حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بعد أن أعلن الكاظمي عن موعدها أمس، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، الكاظمي أعلن 6 حزيران العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لكن هنا هل البنية السياسية والتشريعية وظروف الحياتية تسمح بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد أستاذ حسين؟ هو المهم ليس تحديد الموعد بقدر ما المهم هو الأجواء السياسية والأمنية لإجراء انتخابات. اليوم عند ما أعلن الكاظمي عن الانتخابات ستكون في حزيران، السؤال الذي يطرح نفسه: هل الكاظمي قادر على أن يجعل السلاح كله بيد الدولة؟ هل قادر على إجراء انتخابات حرة نزيهة؟ هل قادر على إجراء انتخابات دون اشتراك الميليشيات بها؟ اليوم الميليشيات هي أكبر كتلة نيابية في العراق، هل يستطيع منع مشاركتها؟ المهم أنا ملاحظ كثير من الباحثين والمحللين والمتابعين يركزون على الموعد الانتخابي فقط بغض النظر عن كيفية إجراء انتخابات. ليس مشكلة في إجراء الانتخابات سواء في تموز أم في حزيران أم في نيسان، بقدر المشكلة هي كيفية إجراء الانتخابات. إن كان الكاظم يستطيع أن يجري انتخابات حرة نزيهة يبعد عنها الميليشيات والقوات والقوى المسلحة في العراق وتشرف عليها المتحدة وبقية الجهات المعنية، هذا ممكن، هذا لا بأس. لكن إذا هو عاجز فالمشكلة ليس في التوقيت سواء غدا أو بعد غد. طيب أستاذ حسين، فستعود نفس المشكلة ونفس القصة ونفس الوجوه إلى المشهد العراقي السياسي، وهنا كأنك يا أبا زيد ما غزيت إذا كانت نفس الإجراءات. نعم. طيب أستاذ حسين، إذن على أي أساس قرر الكاظمي هذا الموعد من دون الرجوع حتى إلى البرلمان؟ أنا أعتقد البرلمان هو أيضا جزء من المشكلة. اليوم البرلمان والقوى السياسية عندما تتكلم على الانتخابات ولا أحد يتكلم عن الكيفية بقدر ما يتكلم على المصلحة. اليوم الشعب العراقي يشك في جميع تصريحات المسؤولين حول الانتخابات. كانت فرصة للمجلس النواب أن يعلن منذ زمن عبد المهدي عن تحديد موعد الانتخابات، لكن عندما أعلنها الكاظمي انتفض كثير من مجلس النواب معترضين. هؤلاء المعترضين طيب ألستم جزء من المشكلة؟ أنا أتعجب أنه الشعب العراقي كأنما خرج على نفسه أو خرج على عوائله ولم يخرج على هذه الطبقة السياسية. الشعب العراقي خرج على هذه الطبقة السياسية، يجب إزاحة هذه الطبقة السياسية من الواجهة حتى يتسنى للشعب العراقي بناء دولة مواطنة جديدة تعتمد المواطنة في إدارة الدولة، وليس لم يخرج على نفسه الشعب العراقي، خرج على هؤلاء. فلهذا السبب الشعب العراقي بدأ يشكك في تصريحات أي مسؤول مهما كان سواء كتلة أم فرد. لكن أستاذ حسين، في المقابل أيضا خرج الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي فجرا عبر تويتر ليطالب بمسألة تبكير موعد الانتخابات، كيف يمكن أو فهم قراءة هذا التصريح؟ يا سيدي، هي للمزايدة ليس أكثر. اليوم كانت فرصة لدى الحلبوسي قبل مجيء الكاظمي لإعلان موعد انتخابات كما ذكرت لك مع سيد عادل عبد المهدي وغيرها، لم يستمع مجلس النواب منذ فترة طويلة لم يستمع. اليوم انتفضوا من فجر اليوم على أنه الموعد يجب أن يكون مبكر، لا بأس وليكن الموعد مبكر أو كان متأخر. هل يستطيعون إجراء انتخابات حرة نزيهة كما يطالب بها الشعب العراقي؟ هل يستطيع الحلبوسي إبعاد الميليشيات من المشهد السياسي؟ هل يستطيع الحلبوسي والكاظمي جعل السلاح كله بيد الدولة وقوات أمنية محترفة تحمل انتخابات لا تنقلب عليها؟ هي هذه القصة، أصبحت أغلب التصريحات هي للمزايدة وليس لمن أجل حسين. حل مشكلة يعاني منها الشعب العراقي. في الحديث بإطار الممكن، برأيكم ما الشروط اللازمة لتمرير هذه الانتخابات وتكون غير سابقتها، يتيمة بدون حتى ناخبين، وأيضا تكون حقيقية بدون تزوير؟ شوف، عندما نتكلم عن الشروط هل ممكن تنفذ أم لا، أنا راح أتكلم عن الشروط مطلقا بغض النظر تنفيذها من عدم تنفيذها. طيب. في لأي انتخابات في أي بلد يجب أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، يجب إبعاد القوات المسلحة عن المشاركة في هذه الانتخابات والمشاركة حتى في الدعاية، يجب محاسبة أي فاسد أي منع أي فاسد من الترشح في مرحلة لاحقة من الانتخابات، لأن هؤلاء يجب أن يحالوا إلى القضاء، يجب مشاركة أغلبية الشعب العراقي فيها، يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة حقيقية وليست محاصصة لإدارة الانتخابات، يجب أن يشرف عليها القضاء، يجب أن تشرف عليها منظمات دولية، يجب تشريع قانون يتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي من حيث
التقسيم الجغرافي والإثني والعرقي والقومي يتناسب مع طبيعة المجتمع. يجب أن تكون مشاريع المرشحين وطنية تخدم جميع الشعب العراقي وليس تخدم فئة. هذه الشروط لأي انتخابات سواء كانت في العراق أم في غيره، وخاصة نتكلم عن العراق. أما هل هذه الشروط قابلة للتنفيذ في ظل هذه الطبقة السياسية في العراق؟ الجواب مطلقا لا، لأنه جرب الشعب العراقي من 2003 وإلى الآن أكثر من 5 انتخابات كانت النتيجة واحدة، نفس الوجوه، مجموعة الفساد يتصاعد، التزوير قائم، مشاركة قليلة جدا فقط من جمهور الأحزاب الذي يشارك. إذا أخر الانتخابات تسقط شرعيتها التزوير. أعطيني انتخابات واحدة لا توجد فيها شبهة التزوير، فقط التزوير يسقط شرعية الانتخابات. إذا بس فقط التزوير، لا توجد انتخابات في العراق لم تجري بدون تزوير. عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.